الامر. احنا معانا على الهاتف الاستاذ اسماء الحسيني، نائب رئيس تحرير جريده الاهرام. مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا وسهلا، تحيه لك ولكل الساده المشاهدين الكرام. اهلا بيك يا فندم منورانا. استاذه اسماء، يعني ماذا يعني اللي قاله الجانب الاثيوبي من فكره طرح هيا نتبادل المعلومات؟ هل هنتبادل المعلومات بعد 10 سنين من المفاوضات؟ هي مش المعلومات دي بنتبادلها قبل المفاوضات او بعد الوصول لاتفاق ملزم نناقش على اساسه بقى تبادل المعلومات في تنفيذ الاتفاق، ولا ماذا يريد الجانب الاثيوبي من فكره طرح تبادل المعلومات؟ نعم، يبدو أن هذا الأمر هو يعني أمر تكتيكي من جانب إثيوبيا لتبدو أمام المجتمع الدولي وكأنها تبدي مرونة تجاه مصر والسودان اللذين يصران الآن على التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن تشغيل السد وملئه، وليس فقط بشأن الجوانب الجزئية. يعني هم يريدون أن يتبادلوا البيانات بشأن الملء الثاني، وكأنه يعني كما عبرت وزيرة الخارجية السودانية، وكأنه منحة أو صدقة ويمكن أن يتراجعوا عنها في المرات القادمة أو وقتنا يريدوا. وبالتالي هذا الأمر غير مقبول من مصر والسودان، أعلنتا رفضهم لهذا الأمر وإعلنوا إصرارهم على التوصل لاتفاق قانوني ملزم وشامل. الخطوات الإثيوبية بتأتي في وقت الأمم المتحدة بتدعو، الولايات المتحدة بتدعو لعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية، الاتحاد الأوروبي بيطالب الإثيوبية بالمرونة، الاتحاد الأفريقي بيبدو أنه لم يستسلم ويريد أن يطلق عملية تفاوض على أساس أجندة موضوعة، لأنه الأطراف الثلاث فشلوا بسبب تعنت إثيوبيا. ولكن فيما يبدو يا أستاذة أسماء، فيما يبدو يعني أن الجانب الأثيوبي بيتعامل فعلا بشكل منفرد، بدليل أنه بلغ السودان يوم الخميس بأنه هيفتح بعض البوابات بشكل تجريبي وإداهم 48 ساعة. يعني هل من الممكن أنها تستمر الأمور بهذا الشكل، أنه أثيوبيا تقرر قرار المناسب لها في أي وقت بلا أي استعدادات لدول المصب؟ يعني يبدو أنه الحالة الأثيوبية لا تعترف بأن هناك تضرر فعلي قد تحصل يعني يحدث لمصر والسودان، وأن اللي بيقولوا لي الاستهلاك المحلي فيما يبدو أن هم مصدقينه. يعني نعم، كان في أضرار كبيرة وقعت على السودان في الملء الأول عندما أغلقوا البوابات والمياه اتحجزت، أدى إلى تعطل محطات توليد الكهرباء وإلى انقطاع الكهرباء في الخرطوم ومدن سودانية. ثم بعد ذلك عندما فتحوا البوابات حدث الفيضان بشكل كبير وأدى إلى 160 قتيلا تقريبا وآلاف المنازل اللي تم هدمت، وأيضا ملايين من المليارات من الجنيهات السودانية كان حجم الأضرار المترتبة على فيضان العام الماضي في الخرطوم. ولذلك هناك مخاوف سودانية كبيرة من خشية عدم التنسيق وعدم التوصل، ولكن رغم ذلك يصروا على التوصل لاتفاق شامل ملزم. وحجم الملء هذه المرة سيكون 3 أضعاف الملء الأول، وبالتالي توقعات الخسائر وتوقعات الأضرار كبيرة. والآن مهمة مصر والسودان كبيرة لإثبات هذا الضرر الذي سيقع عليهم وسيكون مهدد للأمن والسلم في البلدين والمنطقة والعالم أمام المجتمع الدولي كله لفضح هذا التعنت الإثيوبي. أستاذة أسماء، هو يعني طبعا مصر مهتمة بالتنمية في أثيوبيا ومهتمة يعني كان في مشروع للتعاون في بناء سد في أثيوبيا في 2008، وبتقيم سدود لدول إفريقية. يعني مصر لا يعني ما عندهاش مشكلة مع فكرة، بالعكس تسعى للتنمية في أثيوبيا، لكن هل من المفترض أننا سنتفاوض إلى ما لا نهاية؟ يعني حضرتك يعني في عجلة تقول لنا متصورة إيه الخطوة القادمة؟ نعم، يعني مصر بالفعل هي حريصة على مصالح الشعوب، التنمية، الترابط، العلاقة التاريخية القوية اللي بتربطنا بأثيوبيا. يعني الكنيسة الأثيوبية هي كانت تابعة للكنيسة القبطية في مصر، والمسلمين مرتبطين بالحبشة والنجاشي الذي استقبل الهجرة الأولى للمسلمين حتى قبل أن يهاجروا إلى المدينة، وبالتالي هناك علاقات تاريخية نريد أن نحافظ عليها. هناك مصالح مشتركة كبيرة يمكن أن تتحقق بين الدول الثلاث، وأمن واستقرار الشعوب هو هدف رئيسي،
وهو الذي دفع الرئيس السيسي أنه يذهب ويوقع اتفاق المبادئ ثم يذهب إلى البرلمان الإثيوبي ويواجه ويخاطب نواب الشعب برغبته في علاقات قوية. الآن الموقف صعب ومصر حريصة على الوصول إلى حل سلمي تفاوضي، لكن ليس بأي ثمن وليس تفاوض إلى ما لا نهاية، وهناك خيارات عديدة أمام المفاوض المصري والدولة المصرية، لكن هي تفضل أن يكون هناك حل سلمي وتضغط من أجل ذلك، والسودان يضغط وأطراف أخرى في المجتمع الدولي، وهناك أذان صاغية الآن بدأت تسمع لمطالب مصر والسودان. نأمل ذلك يا أستاذ أسماء، نأمل ذلك. أنا بشكر حضرتك جدا أستاذة أسماء الحسيني، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، على هذه المداخلة الكريمة.